احسن فترة بقى في حياتك، في يعني الكورة؟ خلينا نتكلم احسن فترة في حياة كابتن حسن واسوأ فترة في حياتك. هي طبيعة أي عمل في الدنيا بتمر بتجارب كويسة وتجارب تانية بتبقى صعبة جدا، مش هقول تجارب سيئة لأن إحنا اللي بإيدينا نخلق التجارب الكويسة ونخلق التجارب السيئة. ممكن تتحط في ظروف وحشة وتقدر من الظروف الوحشة دي تخلق منها أحسن حاجة. فأنا مريت في الكورة بتجارب كتيرة جدا، كل التجارب أنا استفدت منها بشكل كبير جدا. بدايتي في الدوري الممتاز من سموحة، مرورا بقى بوادي دجلة، تيرن أوت في بلجيكا، أنا وادي كتير لعبت فيه. وبعد كده الجونة، الإنتاج الحربي، المقاولين بقى لي 5 سنين. كل التجارب استفدت منها بشكل كبير جدا، وإن كانت التجارب كلها أنا كنت بشارك فيها بشكل أساسي، ولاعيب الكورة حياته عموما هي المشاركة بشكل أساسي. أكيد الفترة اللي أنت ما بتشاركش فيها بشكل أساسي بتبقى فترة قاسية عليك جدا وصعبة جدا، طبعا وفي ناس بتشعر بالإحباط واليأس بالملل. ممكن ما تكملش، لكن الفترة دي من أهم الفترات اللي أنا استفدت منها في حياتي، رغم إنها كانت فترة صعبة جدا في اللعب، لكن استفدت منها بشكل كبير جدا. كنت دايما بحاول أشوف إيه الحاجات اللي ناقصاني، كنت دايما بره الملعب فشايف الصورة بشكل أوضح. فالفترة دي هي اللي حطت فيها حاجات خلتني استمر بعد كده مع المقاول العرب 5 مواسم، بشارك اكتر من 120 مباراة في 4 مواسم. فالحمد لله استفدت بشكل كبير جدا، لكن من افضل الفترات اللي انا عشتها كاحتراف كانت مع وادي دجلة، والنادي ده انا مدين ليه بالفضل بشكل كبير جدا جدا، وبيعتبر وادي دجلة والمقاول العرب الاثنين عندي في نفس الكفة بالظبط. الاثنين استفدت منهم بشكل كبير، استفدت منهم في كل حاجة، استفدت منهم ماديا، استفدت منهم معنويا اجتماعيا. كان عندك كام سنة؟ وانا في دجله كان عندي 27 سنه 28 سنه. كنت لعيب كبير برضه. في دجله، وكان والتر مويس هو اللي كان طالبني بالاسم، مدرب بلجيكي كان ماسك وادي دجله في الدوري الممتاز، وقضيت معاهم موسم جيد جدا. بعد كده الدنيا وقفت هنا في مصر، فسافرنا بلجيكا عملت موسم رائع هناك. فالحمد لله انا في كل التجارب اللي مريت بيها استفدت بيها بشكل كبير جدا، وجالي عروض كبيره من سواء من اهلي او زمالك، وكان اهمهم عرض الاهلي وانا في سموحه.